وقبيل انعقاد المؤتمر أكد وزير الخارجية سامح شكري أن خروج المرتزقة من ليبيا أمر ضروري، وأضاف شكري في تصريحات للصحفيين أن مصر تؤيد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر. في هذا المؤتمر مؤتمر برلين لدعم ليبيا والمسار السياسي لنؤكد مرة أخرى عن مخرجات الحوار أو منتدى الحوار الليبي والذي كان معززا بمجلس الأمن بضرورة إجراء انتخابات شفافة ونزيهة في 24 ديسمبر، وطبعا بسحب كل القوات العسكرية وسحب المرتزقة الأجانب، وأيضا بالتعامل مع قضايا الميليشيات. هذه متطلبات الشعب الليبي حتى يتسلموا وليظهروا إرادتهم السياسية لاستعادة الاستقرار والأمن والاستقلال ووحدة الأراضي الليبية. كل هذا من خلال التطبيق لهذه المكونات حتى يتقدم الشعب الليبي مرة أخرى لاستعادة السيطرة على بلادهم ومواردهم.